أخ يسأل عن الموتى الذين سقطوا في الهدم في إمارة جبل الويبدة من قريب. هدمت إمارة وبعض الناس أظن الآن تحت الأنقاض، ونجا بعض منهم ومات نحو 10، وفي هذه الإمارة حضانة للصغار، فكان من بعض موتى صغار. ما هو حكم هؤلاء؟ فأقول وبه استعين سبحانه وتعالى، أولا أرجو الله تعالى الرحمة لهؤلاء الأموات، وصبر الله ذويهم، ونقول لهم ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبروا واحتسبوا. ومما يخفف المصاب أن نعلم أن الشهداء عند الله تعالى 3 أقسام، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من مات تحت هدم فهو يوم القيامة شهيد، وكذلك أخبرنا عن غيرهم من الشهداء، فاقتضى المقام أن نتكلم كلمة عجلة سريعة عن هؤلاء الشهداء. الشهداء 3 أقسام: القسم الأول شهيد دنيا وآخرة، والقسم الثاني شهيد دنيا دون آخرة، والقسم الثالث شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. فمن مات ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد في سبيل الله، ومات وهو مقبل غير مدبر، فهذا لا يغسل ولا يكفن ويعصم من عذاب القبر، ويبعث يوم القيامة ريح لون دمه وريح دمه ريح مسك، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا وليس بشهيد الآخرة من مات في المعركة مقبل غير مدبر، ولكنه قاتل لغرض أو لهوى، قاتل تحت راية عمية لا يعرف أصحابها ولا يعرف أنهم يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا لا نغسله ولا نكفنه وهو يوم القيامة ليس شهيدا لسوء نيته. شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا أقسام، وهؤلاء الأقسام ثبت فيهم أحاديث كثيرة، ومن أشهر هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله بسنديهما، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة مع الشهيد في سبيل الله، وذكر من بينهم صاحب الهدم الذي يموت تحت الأنقاض تحت الهدم، وثبت عند مالك في الموطأ وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله،
سبعة غير المقتول في المعركة، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، من طعن فمات فهو شهيد، والغرق شهيد، من مات غرقا فهو شهيد. لذا من لطائف ما يحكى أن الحجاج كان يسبح فكاد أن يغرق، فأنقذه رجل، ولما أنقذه طأه فرأى أنه ظلمه وأنه حبسه وضربه، فسأله كيف تنقذني كان بإمكانك أن أموت غرقا، فقال له لا أحب لك أن تموت شهيدا، فأنقذتك أني لا أحب لك أن تموت شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فقال المبطون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، ذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، يعني الشيء في الداخل يكون ورم ويموت الإنسان بسببه. والمبطون شهيد، كل من مات في بداء البطن فهو شهيد عند الله تعالى. من مات في البطن يشمل القلب، يعني يموت في السكتات القلبية وأثر عمليات القلب المفتوح، واللي بيموت بالرئة يسمى كورونا، كلهم هؤلاء شهداء. كل المبطون شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحرق شهيد، من مات في الحرق في الحرق فهو شهيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السابع، قال والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة، المرأة تموت وهي تضع، تموت وهي نفاس، تموت بسبب الوضع، فهذه إن ماتت فهي شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يموت وهو يدافع عن عرضه والذي يدافع عن ماله فهو شهيد، كما ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فلا تعطه مالك. فقال هذا السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار. هذا الذي يعتدي على الناس فمن رده صاحب الحق فهو في النار. هؤلاء الذين ماتوا تحت الهدم يوم القيامة يبعثون كشهداء، وفي القبر هم مأمونون من عذاب القبر. ورد في ذلك أحاديث عديدة، من أشهرها ما ثبت عند البخاري عن حفصة بن سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت بالطاعون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي حديث عتبة بن عبد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء سيل دم ريح مسك فإنهم شهداء، فيجدونهم كذلك. أصحاب الطاعون يأتون يوم القيامة
ولون ورائحة دمهم ريح مسك، وهكذا سائر الشهداء. وعند مسلم في الصحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات في البطن فهو شهيد. وعند النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة وهما صحابيان جليلان، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية قال: صدقت. فإذا الذي يموت بالبطن أو تحت الردم أو في الغرق أو المرأة التي تموت بجمع وهي النفاس وسائر الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعذب في قبره إلا إن كان عاصيا فأمره إلى الله عز وجل، أو كان يرتكب موجبات عذاب القبر الثابتة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصغار الذين ماتوا فهم في الجنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميص أهل الجنة، صغاركم دعاميص أهل الجنة، صغاركم دعاميص أهل الجنة. قال أهل اللغة: الدعاميص جمع دعموس، والدعموس دويبة تبقى في الماء لا تخرج منها. فأطفال المسلمين في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة ويبقون فيها ولا يخرجون منها. وثبت عند ابن حبان في الصحيح أن أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم وسارة. فهؤلاء صغار في الجنة، فأسأل الله أن يعوض أهليهم خيرا وأن يرحمهم وأن يصبر ذويهم.